هل العالم معني بقضايا حقوق الإنسان أم أنه أصبحت مجرد برستيج أو نوع من الهيمنة؟ أنا بعتقد بأنه العالم حتى يتدخل بالذات الولايات المتحدة والأمريكية وغيرها بشؤون الداخلية يتغنوا بحقوق الإنسان رغم أنه من أكثر الناس اضطهاد لحقوق الإنسان. وفي عالمنا العربي حقوق الإنسان يتغنى بها القيادات والزعماء وبتشوفهم بتصوروا مع الأولاد لما بروحوا دنيا حتى يظهروا إنسانيتهم ويظهروها، ولكن بالمحصلة الكل يضحك علينا نحن الإنسان. ما عدنا حتى نقدر نتحدث في قضايانا الوطنية والقومية أو ننتقد. العالم العربي لا يريد الإصلاح ولا يهتم. في الحرب العالمية الثانية، وبجوز بعرف أستاذنا الدكتور، كانت الحرب قائمة وكان تشرشل يسأل مساعدينه كيف وضع القضاء، بيقولوا له الحرب قائمة والصواريخ وانت تسأل عن القضاء؟ قال إذا بقي القضاء بخير سيبقى الوطن بخير.